دونك الفيلم الدوري واحد البنت اللي كتخدم مع المافيا وكتخاف منه، خاف هذاك الشيء اللي قالوا لها هي ديرو، غير يحرشوها على اساس ناخذوا فلوس رفيق وعايزين خطه بيان سور. تبارك الله عليا فتحت لهم الفيلم كامل. هو فيلم كوميدي زوين، كل واحد غادي يشوف غيتفرج غيحس براسو هو شي كينتمي شي شخصيه من هاد الشخصيات. كان بلاصتو زوين، انتيم، كنا بحال اخوان كنشتغلو، كان متوقع يكون عمل جد رائع ان شاء الله. وكيفما قلت لكم عزيز الناس، حاول يعالج قضايا اجتماعيه في قناه كوميدي. جد سعيد اكثر يكون من ضمن الابطال ديالو ان شاء الله. كنتمنى نكون عطيته داك الشيء اللي كان باغي، وهو انسان يعني بروفيسيونيل في خدمته. حاجه ما عجبتوش كيعاود يرجع محمد كيقول لك بلي يقدم على سيو بلاص. دونك داك الشيء كان فريمون زوين. والكوميدي كما كتعرف زعما من احسن سواء انا رفيق مبكر سواء انا عزيز حطاب، سالين متعاونين في العمل، خدمنا بحال الخوت. بالنسبه للدور ديالك؟ الدور ديالي قلت لكم انا كنخدم مع واحد العصابه خاصني ضروري كنخاف منهم، داكشي اللي قالوا لي خاصني نديرو. عشنا دي سيتياسيون فيها الخوف فيها الرعب انا وفاتي، وعشنا الضحك اوسي. دونك حنا كنا صراحه كنصغرو كنموتو من الضحك. صافي ما نخرجش من مراكش، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.